تواصل مصر تجفيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ قرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. والمزيد يطلعنا عليه زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ما زالت هذه البوابة مفتوحة لدخول المساعدات الإغاثية المختلفة، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع وتعرقل دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية. من ناحية معبر رفح الفلسطيني فقد أحرقت قوات الاحتلال المعبر أو بوابة المعبر بالكامل الناحية الفلسطينية، أما من ناحية معبر كرم أبو سالم فقد منعت دخول المساعدات من هناك لعدد من الحجج المختلفة، إما لاستمرار الاشتباكات بجانب معبر كرم أبو سالم أو لعدد آخر من الحجج، منها السبت الإجازة الرسمية هناك عند قوات الاحتلال. لكن اليوم أيضا ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مساعدات غذائية، وبعد أن وصل شمال قطاع غزة مرة أخرى لمرحلة الجوع، وهذا ما قد أعلنت عنه اليونسكو أول أمس وأيضا منظمة الأمم المتحدة عن أن شمال غزة عاد مرة أخرى لمرحلة الجوع، وهناك بعض الأطفال الذين توفوا بالفعل جراء نقص الغذاء بشكل عام. أيضا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ما زال جزء من هذه العرقلة الخاصة بقوات الاحتلال والإبادة الجماعية التي تحدث بحق الأشقاء في قطاع غزة، إلا أن اليوم دخل بالفعل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم من الناحية المصرية، بوابة معبر رفح المصرية متوجهة لكرم أبو سالم، أربع شاحنات للوقود، عادت واحدة منهم بالفعل بعد أن أفرغت حمولتها، ولكن متوسط يعني شاحنات الوقود التي تدخل هي قليلة جدا مقارنة باحتياجها الحقيقي لقطاع غزة، خصوصا المستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة تماما بسبب نقص الوقود ونقص المستلزمات الطبية. لكن هذا لا يمنع استمرار تكدس الشاحنات في انتظار الدخول من الناحية المصرية، وهي ناحية التي لم تغلق أبوابها كما ذكرنا منذ اللحظة الأولى. هذه الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.